معكم ورحمة الله، كيف الحال؟ طيبين؟ بشرون عنكم. اي نعم، لكسس ما شاء الله تبارك الله 2017 ES350 بريميوم، مالك واحد من الوكالة، ما شاء الله تبارك الله، موتر ولا أروع. يجينا نتكلم عن الألوان، يجينا نتكلم عن المواصفات، ما شاء الله تبارك الله، ما يعنى عليه. ما شاء الله تبارك الله، حتى العازل لو نلاحظ من هنا ما زال موجود عليه، سواء على الخارفة الأمامية أو على الكبوت. دير مدار لين هنا حسب أوضحكم، بس هذه مقدمة السيارة هنا. إذا جينا مع الجنب ما شاء الله تبارك الله ما زال موجود عليه. لو نشوف من هنا اللي يجي من الوكالة هذا وأيضا من هناك، دير مدار من جهة السواق وأيضا من جهة الراكب. هذا هو هنا وهنا بعد، ما شاء الله تبارك الله. خلونا نتكلم شوي عن المواصفات، عن الممشى. طبعا الموتر ممشاه قليل، راح نعرف الممشى بعد شوي. خلونا نقفل الموتر. دخول ذكي أول شيء، وهذه دخليته. طبعا نشوف التخشيبة هنا، وهنا عندنا باللون البني الداكن مع الجملي. ما شاء الله تبارك الله، كتالوجات الوكالة بالكامل راح نمر عليها بعد شوي. شوف المقعدة الخلفية، لونه شغل لكم اللمبة شوي، ما شاء الله تبارك الله. وننزل لكم التكاية، ما شاء الله. طبعا ستارة خلفية، مكيف خلفي. شوف استكرات الوكالة على النوافذ كلها، استكر الوكالة هنا، استكر الوكالة هنا، استكر الوكالة عندنا هنا، أيضا من جهة الراكب، استكر الوكالة، استكر الوكالة، وأيضا هنا استكر الوكالة، ما شاء الله تبارك الله. وإذا جينا الإزازة الأمامي، استكر الوكالة هنا. نبدأ بالمواصفات، عندنا النقطة العمياء هنا. عندنا ميموري سيت للسواق، عندنا الاوتو لايت تحكم بالحساسات، النقط العمياء تحكم بالمرايا، كهرب تحكم بالدركسون. خلونا نشغل بس السيارة. ما شاء الله، طبعا الدركسون كهرب ينزل ويطلع، وايضا حتى كرسي السواق اذا دقيت السويتش تقدم على الوضعية. تحكم بالإضاءة من هنا، ما شاء الله تبارك الله. طبعا الشيء المعروف اللي هو التحكم باللمس، ما شاء الله تبارك الله. عندنا تبريد وتسخين مقاعد للسواق وللراكب، عندنا التحكم بالستارة خلفية، طبعا إذا حطيته في الريوس الستارة خلفية أوتوماتيك تنزل. عندنا تسخين الدركسون، اللهم صل على محمد. ايش عندنا شيء ثاني؟ عندنا هنا النافيجيشن، الكاميرا الخلفية، حساسات. نجي نتكلم عن كتيبات الوكالة بالكامل، ما شاء الله تبارك الله. نجي نتكلم عن USB، عندنا طبعا التحكم من هنا، اضغط على الهوم ونرجع بالصح. نافيجيشن، الراديو، الميديا، الفون، عندنا
الامور هذه كلها خلونا نخليها على النافيجيشن. عندنا الرادار، الخروج على المسار، الاوامر الصوتيه، مثبت سرعه، اللهم صل على محمد، فتحه سقف، ما شاء الله تبارك الله. خلونا نشوف الشنطة. عدة بالكامل هناك في الخلف. طهورة. موتر جاهز مجهز. خلونا نوريكم السيارة مع الإضاءة. ما شاء الله تبارك الله. الآن قاعدين نسوق الموتر. تعجبني ساعة لكسس والإضاءة حقتها. موتر جميل، سواقته سلسة. شندرة شيء ثاني، تغييرات غيره، مكينته ما شاء الله تبارك الله، والمعروف لا يعرف مثل ما يقولون. طبعا لكسس فالأول والأخير، فما شاء الله تبارك الله. نحاول نعطيكم شوي نغمة. أنا الآن عندنا ترافيك، ولكن طبعا النقط العمية شغالة ما شاء الله. طبعا اللي تابعنا هذا الشارع اللي دايم ناخذ السيارات على تجربة قيادة، حفر لا الله وكيلك، ولكن نحاول نخلي الواحد يشتري هو مرتاح. طبعا الان ماشيين 140. ما شاء الله تبارك الله، جميل جميل فعلا جميل. النقطة العامية شغالة، كيف شغال نافيجيشن، حساساته، الرادار، الخروج على المسار، لاين ديباتشر، الارت، تنون الان شغلته. فاذا الان بحول من مسار الى مسار، شوف يهز الدركسون عندي هنا، هذا حق الخروج على المسار. ما شاء الله تبارك الله.